هو واحد من أهم المدربين في الوطن العربي. هو أصغر من عمل في مجال التدريب. بدأ مسيرته التدريبية وعمره 23 عام عندما اختاره الراحل محمد عبد صالح الوحش ليعاونه في تدريب النادي الأهلي مطلع الستينيات من القرن الماضي، لينطلق في مسيرة تدريبية حافلة اكتشف فيها العديد من نجوم النادي الأهلي الذين تألقوا في السبعينيات قبل أن يعمل بالخليج ليكتشف العديد من النجوم. مع الدكتور طه الطوخي نبحر عبر الزمن، نتحدث عن الذكريات. ولدت يعني في محافظة الجيزة، كانت وقتها طبعا ما فيش محافظة، يعني كانت مديرية أمن الجيزة، لأن والدي كان الله يرحمه كان مدير إسعاف الجيزة، وكان بيتنا داخل الإسعاف، فكان في يعني جنينة كبيرة دي اللي ابتدينا نلعب فيها الكرة الكاوتش. كرة الكاوتش دي اللي هي كرة التنس قبل الكرة الشراب، يعني يمكن أنا ما لعبتش كرة شراب كتير، لأن الشوارع في الوقت ده والأماكن كانت سهلة جدا للأطفال الصغيرين إن هم يمارسوا لعبتهم في الشوارع أو الميادين. فتعلقت أنا بكرة القدم دي منذ الصغر، وبرضو كان في لازم أذكره يعني أستاذي وأستاذ الأجيال، يعني الدكتور محمد فضالي ده من كبار علماء التربية الرياضية، ويمكن هو اللي أنشأ كرة اليد في مصر، فكان بيشوفنا وإحنا بنلعب الكرة الكويتش دي، فسبحان الله يعني أنا فاكرها كويس جدا، كان سني لسه ما يتعداش يمكن 12 سنة، وقال لي أنا بتنبأ أن يبقى ليك مستقبل في كرة القدم، فطبعا دي شهادة برضو اعتز بيها. فأنا برضو من المحظوظين أن أنا دخلت المدرسة السعيدية اللي هي طبعا تعتبر من أكبر مدارس يعني جمهورية مصر العربية ويمكن الشرق الأوسط، ونشأتها طبعا نشأة كانت قديمة جدا، فالحمد لله الحمد لله برضو كان ليا زمايل الحمد لله من لعيبي كرة القدم. وعلى سبيل المثال للحصر زميلي وأخويا وحبيبي الكابتن الله يرحمه الكابتن طارق سليم والله يرحمه الكابتن عادل هيكل، يعني كنا زمايل في المدرسة السعيدية. وأيضا لازم أذكر مهاجم من المهاجمين اللي ناس كتير حاليا ما يعرفوهوش يعني، وكان منتخب مصر ونادي الترسانة قبل النجوم الكبار مصطفى رياض والشاذلي، الكابتن حمدي عبد الفتاح. الاسم ده طبعا يمكن حضراتكم بتشوفوه في لقطات برضو في قناة النادي الأهلي لما كسبنا إيطاليا 1-0، الكلام ده هو اللي سجل الهدف، وكان هداف ممتاز جدا جدا يعني، وليه قصة برضو أقولها عشان الناس تعرف. وهو في نادي الترسانة في الدوري العام لعبوا مباراتين في أسبوعين، كان الأيام في هذا الوقت يعني بيلعبوا يوم الجمعة، فالجمعة الأولى مع نادي الزمالك وسجل هدفين والترسانة كسبت 2-0، الجمعة اللي بعديها مع النادي الأهلي يعني سجل هدفين في النادي الأهلي وانتهت النتيجة 2-1 لصالح الترسانة. الحمد لله، فدول طبعا من النجوم اللي أنا يعني شرفت بأن أنا ألعب معهم في المرحلة الثانوية. وفي الوقت ده برضو كان في مسابقة كانت مصر كلها بتعتز بيها، كانت بتقيمها كلية الزراعة بالجيزة اسمها سداسيات الزراعة، لأن كلية الزراعة ليها ملعب كرة قدم وموجود للآن. أنا كابتن المدرسة السعدية في الوقت دوت، وكسبنا البطولة دي يمكن مرتين، مرة وأنا في السعدية الثانوية ثم مرة وأنا في كلية التربية الرياضية. لما أنهيت المرحلة الثانوية وبدون رغبتي الحقيقه يعني ما كانش ليا رغبه غير ان انا ادخل الكليه الحربيه، حصل ظروف برضه اقولها باختصار، ان طلب مني ان انا اقدم في كليه الشرطه بسبب يعني كان السبب لاعب من اسكندريه وجاي القاهره فما يعرفش حاجه في القاهره يعني، فجابوا لي استماره، وفعلا بقول لوالدي انا ما يعني طبعا كليه الشرطه كليه ممتازه جدا جدا، اللي كان معظم أصدقائه لواءات الشرطة اللي موجودين في الجيزة في الوقت ده. فوجئنا بأن الأستاذ محمد عبد صالح الوحش رحمة الله عليه كان مدرس تربية بدنية في كلية الشرطة، يعني لما أنهى دراسته في كلية التربية الرياضية ثم
يعني قرر أن يعتزل كرة القدم وهو لاعب في الفريق الأول في النادي الأهلي، أنه هو تم تعيينه في كلية الشرطة كمدرس تربية بدنية وطبعا مدربنا، وفي نفس الوقت كان بيحب أو بيعشق التدريب، وقال لي يا طه أنا متتبعك وأنت في السعودية السنوية وأنت لعيب كويس وهتبقى يعني من اللعيبة، يعني قال لي كلام شجعني فعلا. أنا قعدت سنتين الحقيقة في كلية الشرطة، والسبب إن أنا يعني ما كملتش فيها الحقيقة حاجة برضو يمكن ما حصلتش قبل كده، في مباراة ودية وفاكرها كويس جدا مع نادي دمنهور، يعني فريق كلية الشرطة مع نادي دمنهور في دمنهور، أصبت إصابة يعني كانت مبالغة جدا، إن أنا في ركبتي الشمال دي، واللي أصابني مش لاعب من الفريق المنافس، اللي أصابني زميلي بدل ما يشوط الكورة شاط ركبتي الشمال دي، فجالي إغماء وفقت يمكن بعد ساعتين ولقيت ركبتي يعني مورمة جدا. لما رجعنا القاهرة كان الدكتور كشف علي وقال لي إن في مية في الركبة، كان في الوقت ده مفيش علاج طبيعي طبعا زي اللي احنا بنشوفه حاليا، وقال لي أنا هكتب لك ورقة تقعد شهر كامل في مستشفى الكلية راحك التامة، يعني لا تلعب كورة ولا المحاضرات العسكرية اللي هي خاصة بكلية الشرطة، يعني أنت تنزل المحاضرات النظري بس، وما يعني يمكن هو الشهر ده اللي غير مجرى حياتي، والحقيقة دخلت امتحانات ما كنتش بكتب أي حاجة لأن عاوز أسيب كلية الشرطة في الوقت ده الصراحة يعني. والدي طبعا وافق وقدمت في كلية التربية الرياضية، وبرضو يشاء السميع العليم ان الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش كان ترك كلية الشرطة وسافر معهد لايبزيج اللي في ألمانيا طبعا لدراسة الماجستير، ورجع استاذ هو ولي زملاء كثيرين يعني اساتذة في كلية التربية الرياضية، فيعني برضو جه استاذنا في كلية التربية الرياضية. أنا الدفعة بتاعتي بقى اللي هي سنة 59 لما دخلنا كلية التربية الرياضية كان في حوالي 8 أو 9 لاعبين في منتخب مصر، وأقولهم على سبيل المثال يعني من النادي الأهلي نجمين كبار طبعا الدكتور طه إسماعيل وربنا يشفيه يا رب الكابتن ميمي عبد الحميد، كانوا الاثنين طلبة معانا في كلية التربية الرياضية، وفي شحتة بقى الإسماعيلي وبدو عبد الفتاح من نادي الترسانة. أنا بقى في الوقت ده الحقيقة ولما قررت ان انا بقى ادخل كليه التربيه الرياضيه انا برضو خدت قرار ان انا مش هينفع العب كوره تاني يعني، وسبحان الله سمعت ان في امتحان حكام لكره القدم في الاتحاد المصري لكره القدم، فانا قدمت طبعا والحمد لله كنت اصغر حكم في تاريخ مصر في الوقت ده، كنت في بدايه العشرينات طبعا، نجحت ولقيت تشجيع من الكباتن الكبار في الوقت ده، وسبحان الله يا ربي كده اختاروني حكم في مباراة، يعني دي برضو من الحاجات اللي ما تحصلش أبدا. كان في افتتاح استاد القاهرة في بداية الستينيات مباراة ريال مدريد بقى أيام بوشكاش وديستيفانو وخنتو العظماء كرة القدم مع نادي الزمالك، كان في استاد القاهرة. اصطحب الرئيس جمال عبد الناصر ضيفه الكبير الفريق إبراهيم عبود في حفل افتتاح استاد القاهرة الذي يعتبر أضخم ملعب من نوعه في الشرق الأوسط. فاختاروني حكم لمباراة أشبال الساعة 1 الظهر طبعا، لأن الاستاد كان فيه حوالي 120 ألف متفرج في الوقت ده عشان ريال مدريد طبعا والنجوم الكبار في الستينيات في بداية الستينيات، وكانوا أبطال أوروبا يعني في الوقت ده، ووقف معايا الحاج مصطفى كامل محمود كمساعد حكم والكابتن محمود كامل أيضا، وفي حاجة حصلت والأستاذ نجيب المستكاوي الله يرحمه علق عليها إن الحاج مصطفى كامل محمود رفع لي الراية في فعلا لاعب من الفريق المنافس لمس الكرة بإيده، فأنا شفت اللاعب الثاني يعني استلم الكرة فديته أدفانتج يعني اديته إتاحة فرصة، واللي اديته اتاحت فرصه ده سجل هدف،
فال 120 ألف متفرج سقفوا يعني من تشجيعهم طبعا، قاعدين من بدري بقى لغاية مباراة الفريق الأول يعني مع ريال مدريد يعني. واللي سقف لي معاهم أكتر الحاج مصطفى كان محمود كمساعد يعني حط الراية هنا كده وسقف لي مع الجماهير يعني، فدي شجعتني إن أنا هبقى حكم إن شاء الله يعني ليا مستقبل في التحكيم. اللعيبة بقى اللي قلت عليهم وزيادة، كان في لعيبة كتير قوي يعني فريقين فعلا، وكانوا بينزلوا كل يوم بعد ما نخلص المحاضرات العملية والنظرية ونتغدى نرتاح شوية وننزل ملعب كرة القدم نعمل فريقين. فأنا اقترحت عليهم اقتراح، وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وإحنا في الوقت ده طلبة يعني كان ممكن ما يحصلش طبعا موافقة من زمايلي يعني، قلت لهم أنا هعمل لكم إحماء وبعدين فريقين وقف حكم عشان أتمرن كحكم وانتوا لعيبة كبار كلكم يعني. فوافق يشاء السميع العليم ربنا سبحانه وتعالى الأستاذ محمد عبد الصالح الوحش، كان مدرب النادي الأهلي للفريق الأول بعد الناشئين، هو درب الناشئين فترة صغيرة وبعد كده بقى مدرب الفريق الأول. وكان يوم أربع أنا فاكر اليوم برضو، كان في نهاية الأسبوع وجاي الكلية يطمن على الدكتور طه اسماعيل، كان الكابتن طه لعيب بقى في النادي الأهلي وعنده إصابة في مفصل القدم. هو بقى بيحكي لنا الحكاية دي، أما دخل لقى في فرقة بتتمرن فوقف ورا المدرج، فلقى طبعا طلبة الكلية وأنا بمرنهم في الأول الإحماء، وبعدين عملت فريقين فعلا. أثناء بقى اللعب ده بدل ما أبقى حكم بقيت أعمل حاجات يعني خاصة بالتدريب، وأنا ما أعرفش إن أنا هبقى مدرب طبعا. مين أعجب بالكلام ده؟ الأستاذ عبد الصالح الوحش، من غير ما نشوف وهو واقف ورا المدرج اللي في كلية التربية ندهلي وقال لي يا طه أنا شفتك بتمرن زمايلك، وبعدين أنا يعني شفت في عندك موهبة للتدريب، أنت عندك أسبوع كامل من النهاردة لنهاية الأسبوع فكر يعني هاخدك مدرب للناشئين في النادي الأهلي. طبعا كانت مفاجأة ليا، فحتى بقول له يا أستاذ محمد أنا ما عنديش فكرة ده أنا حكم. قال لي أنت رايح فين النهاردة؟ أنت شايفك معاك هاند باك كده شنطة يعني صغيرة. قلت له في مباراة وهحكمها يعني. قال لي أنا أتمنى إن دي تكون آخر مباراة تحكمها وتكون مدرب في النادي الأهلي. فقال لي خلاص أنت إن شاء الله أما تخلص الدراسة النهاردة هتيجي معايا النادي الأهلي عشان أقدمك للفريق اللي أنت هتدربه. كان فريق ناشئين طبعا، كان مجلس إدارة برئاسة السيد أحمد عبود باشا يعني، ومجلس إدارة طبعا على مستوى عالي زي ما هو على طول وللآن. فبمنتهى الاحترام عبود باشا بيسأله بيقول له كابتن عبده، لأن الكل بيقولوا له كابتن، احنا بنقول له أستاذ، احنا لأنه أستاذنا يعني في كلية التربية الرياضية. فقال له احنا عارفين ان انت مهتم بفريق الناشئين وده مستقبل النادي الاهلي. فقبل ما يكمل كلامه قال له اللي حضرتك سمعته هو صح، انا اخترت طالب في كلية التربية الرياضية ولعب مدة صغيرة ما كانش لعيب يعني مشهور كبير يعني، انما عنده موهبة ونبوغ مبكر في التدريب. قال له شكرا وربنا يوفقكم. اول مبارتين لعبناهم كانوا مع نادي الزمالك، كان عنده فريق برضه قوي جدا في فريق الناشئين يعني، وكان الدور الاول كانوا فاز النادي الزمالك فاز 2-1، احنا الدور الثاني كسبنا 2-0 وكسبنا تقريبا بقيه المباريات كلها، فبرضه دي كانت دفعه ليا كويسه. واللي كان بيفرح اول واحد الاستاذ عبد الصالح الوحش طبعا. انا فوجئت بعد يمكن اقل من شهرين برضه واحنا في الكليه قال لي يا طه النهارده عشان انا عندي شد في العضله الخلفيه، هو طبعا ما عندوش حاجه، انت هتدرب الفريق الاول النهارده. انا قعدت اقول له يا استاذ محمد الفريق الاول اللي هو بقى بيضم طبعا كباتن مصر يعني واكبر مني في السن اكثر من لاعب، الكابتن صالح سليم والكابتن طلعت عبد الحميد والكابتن رفعت الفناجيلي وزمايلي بقى الشيخ طه وميمي عبد الحميد والله يرحمه سعيد ابو النور، يعني في ناس طبعا في الجنه ان شاء الله وفي ناس ربنا يديهم الصحه. قال لي خلاص روح المحاضرات دلوقتي واول ما تخلص هتيجي معايا النادي وانت هتمرن الفريق الاول النهارده.
طبعا انا عرفت بقى من الشيخ طه ومن ميمو عبد الحميد ان هو دخل غرفه الملابس قبليه طبعا، وقال للكابتن صالح سليم، قال له اللي هيمرنكم النهارده طه الطوفي. توفيق ربنا سبحانه وتعالى، اول ما دخلت الملعب واللعيبه وقعدوا برضو القعده اللي كانوا بيقعدوها قبل بدايه التمرين، ربنا سبحانه وتعالى كده وفاني في ان انا اتكلمت كاني مدرب، يعني اكبر منهم كلهم، هم تقريبا يعني اكثر من لاعب كان اكبر مني في السن. وكان يعني الحمد لله بتوفيق ربنا انتهى التمرين على خير، وكان الملعب مدرجات فيها حوالي مش اقل من 30,000 متفرج في الوقت ده، فكان حتى في تشجيع من الجماهير ليا يعني، هم طبعا كانوا دايما يشجعوا طه اسماعيل كلاعب يعني طه، فنادوا باسمي، فانا طبعا برضو دي ادتني يعني روح كده وفرحه طبعا كبيره. واستمر الموضوع ده بقى على طول مع الاستاذ محمد، يعني امرن الناشئين في وقت معين واكون معاه، لان في الوقت ده ما كانش فيه بقى الجهاز الفني يعني العدد الكبير بتاع دلوقتي، فكان يعني ربنا سبحانه وتعالى مديني يعني الحمد لله الصحه في اني ادرب حراس المرمى، وكانوا عمالقه طبعا الكباتن كابتن عادل هيكل وكابتن الروبي وكابتن مروان كنفاني، زائد بقى الكابتن عصام عبد المنعم ومصطفى عبد الله في الناشئين طبعا. وكان بيديني بقى يعني برضو مهام يعني مثلا مع المهاجمين مره مع المدافعين مره كمساعد لي طبعا، فكان هو المدرب وانا مساعد معاه. واستمر الموضوع ده الحقيقه موسمين، والحمد لله في الموسمين دول النادي الاهلي فاز ببطوله الدوري العام وكاس مصر، وكاس طبعا اللي ما اتكررتش تاني كاس الجمهوريه العربيه المتحده على اساس بطل مصر مع بطل سوريا، عشان كان في طبعا وحده بين مصر وسوريا في الوقت ده، ويمكن ده اكبر كاس طبعا وموجود في النادي الاهلي طبعا، حتى ملوش مكان في الدواليب الحلوه بتاعت الكؤوس، فمحطوط لوحده كده في مكتب مدير النادي. وكان النهائي نادي اهلي طبعا مصر ونادي اهلي دمشق، وفاز النادي الاهلي 4-1 وفزنا بهذه الكاس. طبعا من المباريات اللي الواحد لا يمكن ينساها طبعا بعد ما جبت سيره اللي هي بطل جمهوريه العربيه المتحده، يعني بين نادي اهلي مصر ونادي اهلي دمشق سوريا يعني. فطبعا في مباريات بعد الفوز ببطوله الدوري اللي هو المباراه اللي يعني لن ينساها اي مشجع للنادي الاهلي او اي لاعب او الاستاذ عبد الصالح الوحشي وانا مساعد معاه، اللي هي مباراه الدوري بطولة الدوري موسم 61-62 اللي هي تاني مرة يعني. كانت المباراة النهائية آخر مباراة في الدوري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك على ملعب نادي الزمالك اللي هو حاليا يعني في 100 عقبة، وكان نادي الزمالك يكفي التعادل يعني يفوز أو يتعادل هيفوز ببطولة الدوري، لأنه هو كان سابق بنقطة عن النادي الأهلي، لأن في الوقت ده كانت الفوز المباراة نقطتين ما كانش فيه ثلاثة يعني زي دلوقتي يعني. حصل ظروف إصابة الكابتن صالح سليم ووضع القدم بتاعه في الجبس يعني، فخد قرار الأستاذ محمد عبد الصالح قبل المباراة يمكن بحوالي 10 أيام، ويمكن قال لنا الكلام ده كنا يعني يمكن ما حدش يعرفه كتير يعني، إن هيشرك ثلاث لاعبين من الناشئين والثلاثة مهاجمين. الله يرحمهم بقى اثنين منهم الله يرحمه الكابتن علو مطر الكابتن محمود السايس وربنا يديله الصحه الكابتن ريعو، ثلاث مهاجمين وثلاثه من الناشئين، وكان كابتن الفريق في الوقت ده الكابتن رفعت الفناجيل. ف يعني عمل لهم زي معسكر داخلي طبعا، ان يوميا بعد التدريب
الكابتن رفعت الفناجيلي يكلمه، كان يعني ربنا مديله موهبة، زائد ان هو لاعب على مستوى عالي جدا، كان عنده يعني اللي احنا خدنا فيه دراسات بعد كده وفي بياخدوا فيه دكتوراه اللي هو علم النفس الرياضي، كان دايما يشجعهم ويقول لهم احنا هنكسب المباراة، وكان يقول لي طبعا انا يمكن انا خايف اكتر منهم بس انا ككابتن الفريق بشجعهم. يعني يوم المباراة بقى طبعا في المحاضرة الفنية الأستاذ عبد الصالح الوحش قال الفريق اللي هيمثل النادي، ومنهم بقى الثلاثة طبعا اللي قلت عليهم، وطلب من الفناجيلي يعني بيقول له في أي حاجة رفعت يعني عاوز تقولها، فقال له إن شاء الله إحنا هنكسب النهاردة وأنا هجيب جول على شمال أرضه، بقى يعمل بإيده كده على شمال أرضه، وتوكلنا على الله ورحنا الملعب، وفعلا كان فريق نادي الزمالك 11 لاعب منتخب مصر، وهم يعني حتى اللي عايش منهم دلوقتي ربنا يديهم الصحة يعني الكباتن حبايبنا، يعني باستمرار بنجيب سيرة هذه المباراة، كباتن أحمد مصطفى وبرجيلة وكابتن محمود حسنين يعني، والباقي بقى الله يرحمهم كتير يعني من اللاعبين اللي فعلا كانوا متأكدين من المكسب ده أكتر من 100%. و المهم يعني ابتدت المباراة، ويمكن في بداية ربع ساعة كان فعلا هجوم متواصل من نادي الزمالك، كان بقى الكابتن عادل هيكل قمة الـ يعني صد يعني كرات كثيرة جدا، إلى أن جه يعني كورنر من ناحية اليمين كان بيرفعه علو مطر، فراح ريعه يرفعه من ناحية اليمين برجله الشمال العكسية، والسايز بفدائية فعلا طول عمره كان لاعب فدائي ومدرب فدائي الله يرحمه، دخل في وسط اثنين مدافعين كبار جدا كابتن رأفت عطية وكابتن أحمد مصطفى، وسجل الجول الأول، فدي بقى خلت جمهور الأهلي يعني يمكن من أحسن المباريات اللي هو ابتدى التشجيع بعد الهدف ده على طول يعني، وريعه بقى تألق يعني، وكان مين بقى المسؤول عنه؟ كابتن يكن كابتن نادي الزمالك وكابتن منتخب مصر، وكان من المدافعين الممتازين جدا يعني، وبالمناسبة كابتن يكن لعب في أشبال النادي الأهلي قبل ما يروح الزمالك طبعا. وبعد حوالي ربع ساعة كابتن طارق سليم من تسديداته القوية سجل الهدف الثاني، دي بقى خلت جمهور الأهلي يعني ثقة كاملة إن الأهلي هيكسب هذه المباراة. الشوط الثاني كابتن رفعت الفناجيلي الحقيقة يعني بذكائه وعبقريته، عبقري فعلا يعني، وكان حارس مرمى نادي الزمالك ألدو ده من الحراس يعني، هو أصله إيطالي بس يعني متربي في مصر ولعب في نادي المصري بورسعيد وبعدين نادي الزمالك، وهو عارف إن ألدو من الصعب إنك تجيب فيه هدف من داخل أو قريب من منطقة الجزاء، من حوالي يمكن مش أقل من 30 ياردة في الوقت ده، وشاط الكورة أولا قوية وبدقة كاملة على شمال ألدو ودخلت الجول الثالث. انتهت المباراة 3-0 للنادي الأهلي، ويعني الجمهور كان عاوز يشيل اللاعبين من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي هنا الحقيقة، وكان الأتوبيس يعني بأعجوبة عن ما وصلنا النادي بعد المباراة دي يعني. بعد المباراة دي بشهر تقريبا، مباراة طبعا من المباريات اللي الواحد لا يمكن ينساها، كان النادي الأهلي مع نادي بنفيكا. نادي بنفيكا طبعا كان بطل أوروبا لمدة 5 سنوات، وكان فايز على ريال مدريد يعني في قمة يعني النواحي الفنية، وفي طبعا هداف العالم إيزيبيو طبعا وكولونا وأسماء يعني الواحد فاكرهم لغاية دلوقتي، وبرضه الأستاذ محمد يعني عمل إعداد كويس جدا. والحاجات اللي أول مرة أحكيها، الكابتن صالح سليم كان عنده إصابة في العضلة الأمامية، فالأستاذ محمد عمل برنامج وأنا قمت بعلاجه يعني مع التدريب، تدريبات علاجية في غرفة الملابس اللي هي تحت حمام السباحة يعني، أنا فاكرها لغاية دلوقتي. الكلام ده طبعا أكتر من 50 سنة دلوقتي يعني، سنة 62 بالضبط أنا فاكر يعني، وما كانش هيبدأ المباراة عشان الإصابة دي، سبحان الله يعني آخر تدريبين اتدرب يعني سليم 100% واشترك فعلا من بداية المباراة. ومن المعروف أن الأستاذ محمد عبد الصالح
يعني لعب اثنين لاعبين غير من النادي الاهلي يعني، كابتن محمد بدوي من نادي المصري البورسعيدي، وكابتن بدوي عبد الفتاح كان وقتها نجم نادي الترسانه قبل ما يروح النادي الاولمبي يعني. والحمد لله انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 3-2، كابتن بدوي عبد الفتاح سجل هدفين، وكابتن طه اسماعيل سجل الهدف الثالث. ورفعت السادسه لبدوي عبد الفتاح، يلا يا بدوي كل ملعب يساب، طه اسماعيل ودخل الجول. ده الاجواز خطفها منه طارق سليم، وبيحوش طارق وداه قدام بين بدوي عبد الفتاح وبين كرمانو. كرمانو استنى شربيني على الارض حلوه الاستاذ محمد عبد الصالح بقى جاله يعني اساس يبقى مفتش تربيه بدنيه في الكويت يعني، ومدرب منتخب الكويت فعلا. فيعني النادي الاهلي سمح وتعاقد مع مدرب يوغوسلافي من اشهر المدربين في تاريخ الكوره سواء في مصر او الدول العربيه، هو اصل يوغوسلافي مستر بروشيتش، وكان في الوقت ده مدرب منتخب الكويت. وطبعا هو ما جه النادي الاهلي افتكرني لاعب، لاني في سني برضه كنت في بدايه العشرينيات يعني، فعرف ان انا مدرب، وابتديت مع الناشئين وابتديت مساعد الاستاذ عبد الصالح الوحش. فرح جدا لان هو يعرفني يعني، برضه اول مره يجي مستر بروتش مصر كان جه سنه 54. 54 دي انا كنت طالب لسه في ثانوي وفي الناشئين طبعا، فكان هو يحب تدريب الناشئين اللعيبه الصغيرين يعني، فاختارني في الوقت دوت، والكابتن الجوهري والكابتن عزت ابو الروس، يعني محدش يعرف الكلام ده، حتى اتحاد الكوره ما كانش فيه منتخب للناشئين في الوقت ده حتى في مصر يعني، عامل منا منتخب ولعبنا مع الفريق الكبير. المهم انبسط جدا ان انا مدرب في النادي الاهلي، بقيت مساعد معاه برضه، زائد ان انا مدرب لفريق الناشئين يعني. وبرضه في حاجه اذكرها يعني، هو كان بيحب الكابتن حسن حمدي جدا، كان من الناشئين اللي عنده موهبه، وتنبأنا له انه هيبقى لاعب كبير بعد كده يعني. فالحقيقه انا لعبت الكابتن حسن حمدي قلب دفاع، وهو طبعا مش طويل القامه يعني لانه معروف يعني، وهو بيقول لي هو ممكن يلعب في وسط الملعب يعني ده كلام مستر بروشيتش، فانا بقول له يعني ده عنده توقع. المهم اقتنع ولعب في هذا المكان الكابتن حسن حمدي، ومن يعني الحاجات اللي انا انبسطت ان هو بعد كده بقى يعني لاعب ممتاز جدا سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر طبعا كقلب دفاع، والصحفيين سموه وزير الدفاع، ودي حاجه برضو كانت كويسه. مستر بروشيتش بقى الحقيقه في الوقت ده فريق النادي الاهلي كان مستواه في الدوري مش كويس يعني، في حصلت بعض حاجات كده، وزي ما بتحصل في كل فتره بعد الحصول على الدوري مرتين وكاس مصر مرتين وبطوله الجمهورية العربية المتحدة دي، فحصل انخفاض. وبعدين مستر بروشيتش يعني حتى طلب من الأستاذ أمين شعير كمدير للنادي، يعني عارف إن النادي الأهلي نادي بطولات يعني ما ينفعش المركز الثاني، فإحنا كان حتى مركزنا متأخر شوية، فبيقول له ممكن نتعاقد مع رضا وشحتة من الإسماعيلي أو مصطفى رياض والشاذلي من نادي الترسانة. فطبعا وقتها ما كانش فيه طبعا احتراف يعني، هو كلهم يعني اللعيبه، حتى الاستاذ امين شعير قال له احنا جايبينك عشان انت تبني فريق من ولاد النادي الاهلي يعني. طبعا مرت السنوات وبقى برضه اللعيبه يعني الانديه بتجيب لعيبه على مستوى عالي عشان الفوز بالبطولات طبعا. المهم حصل حاجه مع مستر بروشيتش، اتحاد الكوره اختاروا يدي محاضرات للمدربين في اسكندريه، وانا كنت برضه مساعد معاه في هذه الدورة التدريبية يعني، وكان فيها نجوم مصر في الوقت ده يعني، وبقى مدربين على مستوى عالي بعد كده. وكان في استعداد لمنتخب مصر عشان الدورة الأولمبية اللي في طوكيو، كنا احنا لعبنا بقى برضو منتخب مصر يعني،
وكان في مدرب في النادي الأهلي وأنا برضو كنت مساعد معاه بالنسبة للمنتخب. يعني الحقيقة المدرب ده يعني كان مستواه الفني مش عالي كمدرب، هو محاضر اسمه برانكو هورفاتيك، يمكن محدش يعرف الاسم ده طبعا، أنا حافظه لأني اشتغلت أنا المباريات اللي في الأول اللي هي التمهيدية يعني عشان دوري طوكيو. فكان آخر مباراة لعبنا المباراة الأولى هنا في القاهرة مع السودان، كان اللي يفوز بالمباراتين هو اللي هيمثل يعني في الدورة الأولمبية اللي في طوكيو يعني 64. فكسبنا في القاهرة 4، رحنا السودان برضو في موقف كده برضو لازم أحكيه، هو كان بيتكلم يوغوسلافي بس، يعني المدرب الوحيد لا إنجليزي ولا فرنساوي، فبتوفيق ربنا هو كان مسميني رادار إن أنا فاهم هو عاوز يقول إيه، كنت بتفاهم معاه بالإشارات والكلام اللي هو بيقوله باليوغوسلافي أنا كنت بعرفه بالرغم إن أنا ما أعرفش يوغوسلافي طبعا. فهناك بقى في السودان كان في أبريل 64، كان درجة الحرارة يعني أكثر من الوقت الحالي ده اللي في القاهرة يمكن بعشر درجات كمان، يعني السودان لما نزلنا من الطيارة كان درجة حرارة مرتفعة جدا، فهو أصله يوغوسلافي زي ما بقول، فقال لي بقى أنت مستر توهي، كان بيقول عليا مستر توهي يعني يقول طه توهي، يقول طه توهي أنت مدرب وأنا كوتش، عشان يقعد في الظل هو بره. فمرنت فعلا الفريق وتأهلنا للدورة الأولمبية اللي هي مصر يعني تشترك فيها في طوكيو يعني. طبعا اتفقوا بقى مستر بروشيتش ان هو يبقى مدرب المنتخب، ده الكلام ده واحنا في اسكندريه بقى في الدوره التدريبيه دي، فقال لي لا ان شاء الله لازم نعد الفريق وانت هتبقى معايا طبعا وحاجه زي كده. بعد يومين بالظبط اختاروا مدرب نادي الزمالك في الوقت ده، كان يوغوسلافي برضه، هو كان مدرب كويس جدا جدا يعني اسمه فاندلر، وطبعا مستر بروشيتش اتاثر جدا وقدم استقالة للنادي الأهلي ورفض إنه يكمل في مصر بعد ما يعني المسؤولين في اتحاد الكورة قالوا إنه أنت هتبقى مدرب المنتخب، وترك النادي فعلا وجي مدرب تاني برضه يوغوسلافي اسمه تاديتش برضه اشتغل مدة كبيرة في النادي. مستر فاندلر برضه اختارني مساعد معاه عشان الدورة الأولمبية دي، رحنا ال 18 لاعب اللي هيسافروا مع فاندلر وأنا مساعد معاه للمشير عبد الحكيم عامر، كان هو رئيس الاتحاد في الوقت ده، رحنا له البيت عشان يعني مقابلة رئيس الاتحاد بس كان في بيته في الحلمية، وفي بعض اللعيبة الكبار في الوقت ده اللي أكبر مني في السن يعني الكابتن ياكن كابتن رأفت، قالوا لي المشير بيسأل سؤال في نهاية الاجتماع بيقول لي يا أولاد في حد عاوز حاجة، فأنت تقول له يا فندم أنا مساعد المدرب بس كده عشان إيه يطلع قرار إنك تسافر. طبعا أنا مرضتش أتكلم والراجل اتكلم يعني وشجع الفريق ووجه كلامه للكابتن رفعت الفناجيلي وقال له يا رفعت انت دلوقتي ضابط في القوات الجوية وانت كابتن الفريق ومسمينك مهندس، لو ما لعبتش كويس في طوكيو هشيل منك النجوم اللي على كتفك دي. فكلنا ضحكنا طبعا، ولعيب يعني الكابتن ياكن يغمزني كده عشان اقول للمشير انا ما رضيتش اتكلم. وحصل لما رجعنا اتحاد الكورة عرفت ان في مسؤول كبير مش هجيب اسماء بقى الحقيقه يعني طلب ان لاعب من عنده يسافر هذه الدوره وهو مش اساسي مش لاعب اساسي يعني، فشالون انا من السفر لطوكيو واللاعب دوت هو سافر ومش هيشترك يعني. ومستر فاندلر دوت يعني عمل مشكله كبيره وكان عاوز يسيب المنتخب بسببي طبعا، وقال لهم طه طوكيو مدرب صغير ولازم يبقى معايا وخبرات وحاجات، المهم سافروا والحمد لله الفريق يعني فاز بالمركز الرابع يعني في هذه الدورة. مشي بقى مستر بروشيت وجي تاديتش، مستر تاديتش في الوقت ده زي ما قلت كان مستوى النادي الأهلي يعني الحقيقة في الدوري مش كويس،
فالمشير عبد الحكيم عامر والناس كلها عارفة أنه هو طبعا كان يعني يميل لنادي الزمالك طبعا، وأخوه المهندس حسن عامر كان رئيس نادي الزمالك، أصدر قرار يعني وأمر أن النادي الأهلي يدخل معسكر تبع القوات المسلحة يعني، لأنه لازم يرجع لمستواه في الدوري. وكان في بطولة كاس مصر بعد كده طبعا، وفعلا رحنا اللي هو مبنى دلوقتي كان الكلية الفنية العسكرية، كان في ملعب هناك اللي هو اتحاد الجيش يعني، وكان المسؤول عن هذا المعسكر عقيد اللي هو بقى اللواء الديب يعني اللي هو مدير الاتحاد، كان وقتها عقيد يعني وعسكرية يعني، واخد أمر بقى من المشير إن اللعيبة ييجوا أكنهم في معسكر عسكري فعلا يعني. فطبعا كلمنا أنا المدرب تاديتش كان يوغوسلافي يعني، وما كانش بيبات في المعسكر، أنا كنت مع اللعيبة من أول الكابتن صالح سليم لأصغر لاعب، لأن كان فيه أكثر من لاعب الصغيرين مع الفريق الكبير يعني. وقعدنا في المعسكر ده فترة حوالي يعني أسبوعين تدريب الصبح والعصر، وكان أول مباراة هنلعبها في الدوري بعد يعني المعسكر دوت مع نادي اتحاد اسكندرية في اسكندرية في ملعب الشطب. النادي الاتحاد كان بيلعب في ملعبه طبعا في الوقت ده، وطبعا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى فزنا 1-0، واللي سجل الجول كابتن طه اسماعيل، وابتدى النادي الاهلي طبعا يتقدم بالنسبه للدوري. حصل بقى ان يعني تاديتش بقى طبعا يعني كان مدرب وانا مساعد معاه كاس مصر، النادي الاهلي فاز ببطوله كاس مصر موسم 65-66 اللي هو كان النهائي مع نادي الترسانه، والاهلي فاز 1-0، واللي سجل الهدف اسامه يوسف السوداني برجله اليمين، هو كان بيلعب برجله الشمال يعني قصه طويله. وكان ده بقى ايه بدايه سياده الفريق مرتجي، لما المشير امر يعني بالمعسكر العسكري ده، وامر ان سياده الفريق مرتجي يبقى رئيس النادي الاهلي. كان وقتها بقى رئيس النادي السيد صلاح الدسوقي طبعا محافظ القاهره، ومن ابطال مصر طبعا، وكان من مجلس قياده الثوره يعني مع الرئيس جمال عبد الناصر والمجموعه كلها، وقعد فتره طبعا كان رئيس للنادي. فجي بقى سياده الفريق مرتجي، واول بطوله نحصل عليها هي كاس مصر اللي هي موسم 65-66. في موسم بقى 66 اول ثلاث مدربين يسافروا بقى في دوره تدريبيه على مستوى عالي ومستوى كبير، كنا ثلاثه الحقيقه، فكان توفيق من ربنا ان انا اكون منهم يعني، كابتن عادل الجزار من النادي المصري بورسعيد، الدكتور حلم حسين من نادي الزمالك، وانا من النادي الاهلي يعني. وسافرنا لمده 8 شهور، ورجعت كمدرب للفريق الاول مع كابتن محمد الجندي. السنه دي طبعا احنا بنلعب المباراه النهائيه كان مع نادي الاسماعيلي في ملعب الاسماعيليه يوميها، الجماهير وهي رايحه والجماهير كانت ماليه الملعب لدرجه المباراه ابتدت بعد ميعادها ب 45 دقيقه يعني ساعه الا ربع. احنا كنا قاعدين في معسكر الجيش، وسياده الفريق مرتجي بيتصل بالمشير بيقول له يعني الجماهير ماليه الملعب وداخل الملعب، قالوا ما تتحركوش لما ادي لك انا يعني زي امر يعني ان الملعب تمام وتقدروا تلعبوا المباراه. المباراه دي طبعا ليها قصه ويعني طويله، فهي باختصار نادي الاسماعيلي فاز بركله جزاء، والكابتن علي بوجريشة اللي جاب الجول يوميها، وكان الكابتن عصام عبد المنعم هو حارس المرمى، وشريف مدكور اللي انا جبت سيرته في الناشئين اللي انا مرنتهم سجل هدف 100% مش 100%، والحكم اليوناني كان حكم يوناني طبعا، ما يعني لدرجه ان عبد الستار حارس مرمى الاسماعيلي جاب الكوره من جوه الشبكه. وانا بحيي برضو الكابتن سيد عبد الرازق سيد بازوكا يعني، كان لاعب طبعا في نادي الاسماعيلي، بيحكي القصه دي للان ان الاهلي سجل جول والحكم محسوب. المهم باركنا النادي الاسماعيلي والاسماعيلي فاز ببطوله الدوري. وبعديها بشهر النكسه الكبيره بقى اللي عملتها اسرائيل، ان هم طبعا خيانه، انا مسميها خيانه ولا نكسه ولا حرب، اللي هم يعني حصل بقى في صحراء سيناء طبعا، هم ضربوا الجيش المصري بالطيارات والحاجات معروفه القصه دي. فتوقفت طبعا الكره، اتلغت في الوقت ده بعد مباراه الاهلي والاسماعيلي دي، توقفت نهائيا. فبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى انا طبعا لقيت الجو في النادي، اللعيبه بتيجي يعني وعادي بعد يعني الحياه ماشيه يعني. والرئيس جمال عبد الناصر طبعا التصريح بتاعه انه كان عاوز يتنحى والحاجات دي كلها، وكان في تصميم ان هم ان شاء الله
يعني هتقوم حرب فعلا ويستردوا الأرض اللي إسرائيل استولت عليها. طبعا لما الكرة بقى توقفت في مصر بسبب الاعتداء الصهيوني الإسرائيلي على مصر يعني، فزي ما قلت يعني جينا بقى النادي الأهلي واللعيبة كانوا بيجوا، فعشان طبعا مش هينفع تدريب بس على طول يعني، فكده حاجة ربنا سبحانه وتعالى وفاني فيها. عملت ست فرق، الفريق مكون من اللعيبة الدرجة الأولى والشباب والناشئين، وسميت كل فريق باسم من اللعيبة الكبار، يعني مثلا فريق الكابتن مختار التتش، فريق الكابتن صالح سليم، فريق الكابتن رفعت الفناجيلي. قلت حاجه بقى لدرجه الكابتن صالح سليم، طبعا عيني انا شايفه لقيته وشه احمر لانه فاكر ان انا هقول العكس يعني. قلت لهم النهارده مسموح للعيبه يسهروا بره الفندق اي وقت، يعني مسموح تسهروا على اساس، قلت بقى نظام يعني الصبح الساعه كام الفطار، يعني كلنا نبقى في المطعم الساعه كام، ولو اي لعيب اتاخر عن الميعاد اللي بقول عليه ما يحاولش لا يدخل المطعم ولا يدخل الملعب. وقلت الكلام دوت ينطبق على كل لاعب منهم. بقى كابتن صالح طبعا قاعد يعني، فلقيت ايه يعني زي ما تقول يعني عكس الكلام اللي انا قلته في الاول، اللي عاوز يسهر للصبح يعني مفيش مشكله يعني، بس النظام بقى. وقلت نظام، الحاجه بقى اللي عجبته جدا جدا، ودي برده حاجه لا خدتها في دراسه ولا مثل خبره من حد، دي جت كده من عند ربنا. قلت عشان انا لوحدي طبعا والبشمهندس حسن رشدي مش فاضي حاجه زي دي، انا هعمل 5 مجموعات، كل مجموعه فيها 5 لعيبه، كنا 22 لعيب تقريبا انا 21 لعيب، حتى انا فاكر الكابتن صالح جت بظروفها انه يبقى في اوضه لوحده يعني،
وكان هيبقى معاه لاعب طبعا تاني. المهم كنا 21 لاعبين، فقلت كل فريق يعني كل مجموعة 5 لاعبين، ورئيس المجموعة رحت مختار بقى اللاعبة الكبار اللي هم في الوقت ده. حتى بقول الكابتن صالح قال لي لو سمحت خليني أنا في أي مجموعة ويبقى في رئيس عليا. فاخترت بقى الكابتن مروان كنفاني، كابتن فؤاد أبو غيدة، كابتن سعيد أبو النور، يعني هم دول اللي كانوا كبار في السن في الوقت ده. قلت بقى اللي مسؤول عن المجموعة دي رئيس المجموعة، لو أي لعيب عمل أي خطأ أو يعني المواعيد اللي أنا قلت عليها لو سمحت يا باشمهندس اللي هو رئيس البعثة، يعني قلت له البوكيت ماني مسؤول عنه رئيس المجموعة. فلقيت الكابتن صالح عارف إن أنا بقصد إيه من الحكاية دي، إن هيبقى فيه كل رئيس مجموعة عاوز مجموعته تبقى هي إيه أحسن مجموعة طبعا. وفوجئت فعلا لقيت الساعة 10:30 مفيش ولا لعيب في الفندق تحت. يعني خرجت أنا بره الفندق برضو ببص كده ما لقيتش غير اللبنانيين بس. طلعت بقى غرف النوم لقيت كل 2 نايمين ورايحين في النوم الساعة 10:30 مساء ليلة راس السنة. نزلت كان الكابتن صالح جات له دعوة من رئيس نادي النجمة وكان عاوز ياخدني معاه، فقلت له معلش حضرتك روح يعني وانا استنى عشان اللعيبة يعني. فرجع لقاني بيقول لي ايه، قلت له تعالى يا كابتن. وريته اول اوضتين، كابتن فؤاد ابو غيده ومعاه لعيب، كابتن طارق سليم ومعاه لعيب نايم، قال لي وراح جري على اوضته عشان ينام يعني. الساعه اللي قلتها الصبح لقيت الكابتن صالح سليم اول واحد في الريسبشن تحت مستني عشان ندخل نفطر وجبه الافطار يعني. ولقيت ال 21 لعيب ولا واحد ناقص متاخر يعني. وقعدنا حوالي 17 يوم لعبنا 4 مباريات انتظام، مفيش غلطه من اي لاعب، كل لعيب ملتزم بالمواعيد، وفزنا بال4 مباريات بنتائج يعني ومستوى، لدرجه انا قلت الكابتن صالح سليم هيرجع مصر يلعب كره تاني لو مدرب المنتخب من المدربين اللي رشحهم لان كانوا بيطلبوا منه ترشيح. طبعا رشحني انا كتلميذ من تلامذته، والنادي النصري عرف اللي انا عملته في مصر يعني مع النادي الاهلي ومنتخب مصر، فبعتوا لي عقد. والدكتور ابراهيم الوكيل يعني وافق وقال لي يا طه انا مش انت المفروض تبقى قاعد معانا برضو كمدرب الفريق الاول، انما جالك العقد ده لازم يعني على بركه الله وتسافر الكويت. الحقيقه يعني كان النادي دوت في الوقت ده ترتيبه يعني كان متاخر برضه، توفيق ربنا، ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. نظام تاني خالص للعيبه حتى هم فوجئوا، لان انا برضه كان سني صغير، يعتبر سني صغير في بدايه الثلاثينات يعني، وفي التحديد يعني 31 سنه. طبعا مدرب صغير بعد المده اللي انا قعدتها في النادي الاهلي منتخب مصر طبعا، فعملنا نتائج كويس. كان في الوقت ده في مدربين اجانب كتير في الكويت في الوقت ده، زائد مدربين مصريين من يعتبر اساتذتي طبعا، واقول على سبيل المثال الكابتن عبد الرحمن فوزي كان من اكبر مدربين مصر طبعا، الكابتن ابو حباجه محمد ابو حباجه. ولدرجه يعني لعبت الفرقتين والحمد لله عملنا نتائج كويسه يعني. ممكن الكابتن ابو حباجه يوميها قال لي احنا كنا بناخد الاربع نقط من نادي النصر ده، الاربع نقط اللي هم الماتشين يعني، كان اللي وقتها برضو نقطتين المكسب يعني. بعد سنه بالظبط كده سنه في مباراه وديه دوليه بين البحرين والكويت، فهم لعبوا المباراه الاولى في البحرين، وكان مدرب اللي انا جبت سيرته قبل كده كتير، وكان مدرب النادي الاهلي هنا في مصر تاديتش، كان مدرب نادي الكويت، فاتحاد الكوره استعان بيه عشان المباراه دي في البحرين.
وبعدين حصل مشكله بينه وبين اللعيبه لما رجعوا الكويت. يعني انا فوجئت يعني ان اتحاد الكوره قرر ان انا اكون مدرب منتخب الكويت في المباراه دي اللي هي مباراه البحرين في الكويت بقى، كانت رد الزياره يعني مباراه دوليه وديه. انا اخترت طبعا اللعيبه والطريقه اللي كنا بنلعب بيها في الوقت ده 4-3-3 برضو. يعني المهم بسرعه كده انتهت المباراه، الشوط الاول انتهى 3-2 لصالح البحرين، لان في لعيب كان لعيب كويس جدا كويتي يعني في وسط الملعب، بس هو كان من اللعيبه اللي بيحتفظوا بالكره كتير، وكان في النادي العربي نادي كبير طبعا في الكويت. انا بقى بين الشوطين كده ربنا سبحانه وتعالى وفاني، كنت مختار لعيب صغير من نادي الشباب الكويتي. نادي الشباب ده كان درجه تانية، واللعيب ده كان سنه صغير جدا اسمه خلف سطام. المهم دخلت يعني غرفه الملابس بقى بين الشوطين، عملت تغيير وغيرت حتى بقيت 4-2-4 طريقه، وخلف سطام لعبت في وسط الملعب، وكان جنبي لعيب كويتي اسمه فاروق ابراهيم الله يرحمه، كان من احسن اللعيبه العرب في الوقت ده وعلى مستوى عالي جدا. المهم انتهت المباراه 8-3 لصالح الكويت، يعني سجلنا 6 أهداف في الشوط الثاني، وخلف سطام ده اختاروه يعني نجم المباراه، فدي من الحاجات اللي لا يمكن انساها طبعا. كان في الوقت دوت في فكره اقامه بطوله الخليج، يعني في اجتماعات بين دول الخليج عشان اقامه دوره الخليج، فعلا اقروها، وكان هو المسؤول الاول الامير خالد الفيصل ابن الملك فيصل، طبعا كان هو يعني رئيس رعايه الشباب في المملكه العربيه السعوديه، وبرضه ليه قصه انه لازم يعرض الكلام ده على والده اللي هو الملك فيصل يعني. فكان في شركه عاوزه تعمل البطوله دي، شركه دعايه يعني وتدخين وبتاع هم، فطبعا الملك فيصل قال له خلاص يعني دوره الخليج ديت، وقرروا كده تعملوها فين؟ قال له هنعملها في البحرين، يعني اول دوره تقام في البحرين، وكانوا 4 دول بس اللي هي السعوديه والكويت وقطر والبحرين. حتى قطر كان في الوقت ده صعب ان هم يشتركوا في البطوله دي، انما خدوا كان رئيس الاتحاد الدولي في الوقت ده هافي لانجي طبعا، فخدوا قرار فوافق ان كانت اسمها اماره قطر في الوقت ده، خدوا موافقه ان قطر تشترك في البطوله دي. طبعا كانت مفاجاه ليا ان الاتحاد الكويتي لكره القدم قرر ان انا ابقى مدرب منتخب الكويت في هذه البطوله. بعتوا جواب فعلا لنادي النصر، طبعا مجلس اداره نادي النصر فرح جدا ان مدربهم هيبقى مدرب منتخب الكويت في اول بطوله لدول الخليج يعني. برضه بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى حصلت يعني انسجام ومحبه واحترام متبادل بيني وبين اللعيبه، وعملت حاجه برضه كانت بالنسبه لهم مفاجاه كبيره، ان نجم نجوم دفاع الكويت في الوقت ده، وكان لاعب كبير اسمه مرزوق سعيد، وكان في النادي العربي كابتن النادي العربي يعني، في تدريب اتاخر، تدريب دوت يعني هيبتدي بعد، طبعا ما اشركتوش في التدريب وتقبل، لان انا الكلام ده قلته برضه قبل بدايه ان محدش يعني يعرف ان هو لعيب كبير او لعيب صغير، كلنا زي بعضينا، واي واحد يتاخر مش هيشترك، ودي انا عملتها فعلا في المباريات الوديه. الحمد لله سافرنا بقى البحرين، واول مباراه كانت مع السعوديه وانتهت 3-1 لصالح الكويت، يعني السعوديه تقدمت بهدف، بعد كده جبنا 3 أهداف، والمباراة الثانية مع قطر وفزنا 4-2، وخلف سطام اللي أنا قلت عليه ده خد نجم يعني نجوم الدورة كلها، وحمد محمد ده ما شاركتوش الحقيقة في المباريات الرسمية دي. آخر مباراة مع البحرين كان برضو احنا التعادل يكفينا، لأن فزنا المباراتين الأولانيين فزنا 3-1 على البحرين، وكسبنا كاس دوره الخليج الاولى. رجعنا الكويت بقى استقبال يعني يعتبر اسطوري، لان ده اول كاس يدخل رسمي كده في دوله الكويت اللي هو
كاس دوري الخليج الاولى يعني. والحمد لله قابلنا بقى امير الكويت كان الشيخ صباح السالم الصباح، وولي العهد كان الشيخ جابر الاحمد الصباح اللي هو بقى الامير بعد كده، وعملوا لنا تكريم. طبعا التكريم لا يقارن بعد كده في الدورات اللي بعد كده، بس انا بحمد ربنا ان التكريم ده يعني ان انا دربت منتخب الكويت في سن الصغير دوت، وفوزنا بهذه البطوله اللي هم يعني عن في مصر حاجه زي كده. فوجئت بقى نادي الهلال السعودي، كان الامير عبد الله بن نصر بن عبد العزيز يعني هو رئيس النادي. فجي القاهره وقابلته انا في فندق هنا في القاهره يعني، ورحنا السفاره عمل لي تاشيره وقال لي، قلت له انا سبت الكويت يعني هيزعلوا جدا في الكويت لان انا ما استغنوش عني، انا سبتهم عشان ولادي صغيرين. قال لي لا يمكن، احنا اخترناك مدرب للفريق الاول في نادي الهلال. طبعا نادي الهلال من الاسامي الكبيره جدا في المملكه العربيه السعوديه، والكلام ده بالتحديد كان في شهر شعبان سنه 1393 هجريه اللي هي 1973 ميلاديه. مصمم ان انا اسافر معاه عشان الدوري هيبدا في شهر شعبان دوت مباراتين، احنا كنا قبل شعبان يعني اللي شهر او في بدايه شعبان. فسافرت فعلا وبدون اي اجراءات، ما عملتش اي اجراءات، سافرت لوحدي يعني، سبت الاولاد ووالدتهم يعني الله يرحمها بقى، سبتهم في مصر هنا يعني، وسافرت السعوديه يعني. لعبنا مباراتين ومن توفيق ربنا فزنا بالمباراتين دول. كان نادي الاتفاق نادي كبير جدا طبعا في السعوديه، وكان فايز على نادي الهلال قبل انا ما اروح. المهم فزنا نادي الاتفاق ده فزنا 2-0. بعدين نادي القادسيه من الانديه الكبيره ايضا فزنا 6-1 يوميها، نتيجة كبيرة جدا. قعدت بقى في نادي الهلال موسمين مع الفريق الأول. الحقيقة عملت يعني فريق ولله الحمد كان يعتبر بقى فريق ممتاز جدا. أنا بقى جالي جواب من كلية التربية الرياضية إن آخر فرصة لي عشان أعمل ماجستير، لأن كان متخرج بقى لي 10 سنين، أكتر من 10 سنين غير مسموح الواحد يعمل. وكان في الوقت ده برضه زميلي وحبيبي الدكتور طه اسماعيل كان مدرب نادي اهلي جده، جاله نفس الجواب. طه قدر يعني يرجع في نص الموسم. انا بقى رئيس النادي ما رضيش يسيبني، وكنت باجي يوم الخميس الصبح في طياره اوصل لمطار القاهره، اجي على كليه التربيه الرياضيه عشان محاضره. المهم كملت الموسم في نادي الهلال بهذه الصوره، اجي يوم الخميس واسافر الطياره بتاعت بالليل، وكملت الموسم مع نادي الهلال. وانا بحمد ربنا ان نادي الهلال اول بطوله دوري ممتاز بعد انا ما سبت النادي بقى ورجعت القاهره، نادي الهلال فاز بيها اللي هي موسم 76 بعد انا ما سبت نادي الهلال. بعد ما رجعت بقى جات لي دعوه الحقيقه، ودي كانت مفاجاه ليا، من نادي الوحده السعودي. يمكن انا ما حكيتوش كتير يعني، ووزير التعليم العالي في الوقت ده من الخطاب اللي جه من نادي الوحده وافق ان انا اسافر. فرحت نادي الوحده السعودي. اهم حاجه ان في السنه دي الموسم ده ما كانش فيه دوري ماتشات كثيره. ليه؟ كان دوره الخليج رقم 4 هتقام فين؟ في العراق او في قطر، وكان العراق مشتركه فيها يعني. المهم لعبنا مباريات عدد قليل جدا. انا بقى اللي استفدته في نادي الوحده السعودي لعبنا مباريات قليله جدا، سواء الدوري او كاس الملك. وجات لي هديه، ودي من احسن الهدايا اللي عندي في البيت، قطعه من الكسوه المشرفه بتاعت الكعبه من نادي الوحده يعني، وعندي موجوده في البيت، ودي احسن طبعا من احسن الهدايا اللي موجوده عندي في البيت الحقيقه، محتفظ بيها. طبعا نادي الوحده زي ما قلت يعني هو موسم ما كملش شهور يعني. ورجعت برضو مصر عشان الاولاد، وجئت بقى بان نادي الجزيره في ابو ظبي برضه جه يعني مندوب من النادي، وعلى اساس ان انا ابقى مدرب الفريق الاول يعني في نادي الجزيره. وفعلا سافرت
قعدت موسمين، عملنا معسكر في رومانيا، ودي أول مرة سافر رومانيا، وكان في شهر رمضان يعني سنة 78 أغسطس 78 ابتدى رمضان، وعملنا المعسكر ده في شهر رمضان. والسنة الثانية وأنا في نادي الجزيرة، نادي أهلي دبي طلبني إن أنا أكون مشرف على فريق الناشئين في نادي أهلي دبي، وكان حبيبي برضو والدكتور طه اسماعيل مسؤول، هو والدكتور عمرو أبو المجد في نادي النصر. فرحت نادي أهلي دبي برضو موسمين، وكان مدرب الفريق الأول زميلي وحبيبي الكابتن شحتة الله يرحمه، نجم النادي الإسماعيلي الكبير طبعا، مدرب نادي الأهلي، ونادي الأهلي فاز في السنة دي ثالث مرة بالدوري العام للفريق الأول يعني، وأنا مع فريق الناشئين الحمد لله عملنا فريق ممتاز جدا، وأكثر من لاعب لعبوا في الفريق الأول يعني. في نهاية الموسم ده يعني طلبنا أنا وشحتة يعني نرجع مصر يعني، وعملوا لنا حفلة تكريم كبيرة جدا جدا في نادي أهلي دبي يعني. جالي بقى عرض برضو من نادي الهلال السعودي، الأمير برضو كان موجود يعني قبل ما يتوفى يعني يتوفاه الله، إن أنا أكون مع مستر بروشيتش يعني تعاقدوا مع مستر بروشيتش عشان مدرسة الهلال لكرة القدم. وطبعا مستر بروشيتش أنا اتكلمت عنه كتير، كان مدرب عالمي، وقال لهم لو طه الطوقي ما جاش أنا مش هشتغل في نادي الهلال، لازم طه الطوقي يبقى معايا في مدرسة الهلال، لأن ده في حاجة أنا عاوز أردها له عملها معايا، وبعدين ده من أبنائي وحاجة زي كده. وفعلا سافرت بقى نادي الهلال، دي آخر مرحلة تدريبية ليا قعدت فيها مدة حوالي 10 سنين يعني، وعملنا إنجازات، فزنا بكل البطولات كفريق الناشئين لنادي الهلال يعني. وأهم بقى من البطولات دي الحقيقة اللاعبين اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني وفقني فيهم في الدورات، سواء بطولات المملكة أو دورة الخليج أو دورة التعاون الخليجي يعني، دي لبطولات الناشئين. فزنا بالثلاث بطولات اللي هي موسم 87 88 و89، وفي رقم قياسي في الثلاث بطولات دي ما خسرناش ولا مباراة. أستاذي وأستاذ الأجيال الأستاذ محمد عبد الصالح الوحش الله يرحمه، لأنه الفضل لله ثم ليه إن أنا أكون قاعد دلوقتي في قناة النادي الأهلي بقول التاريخ الكبير دوت بالنسبة لكرة القدم، لأنه هو اختارني طبعا كان مدرب في السن الصغيرة جدا دي للنادي الأهلي. وكل رؤساء النادي الحقيقة اللي تشرفت فعلا تشرفت يعني إن أنا بشتغل في النادي الأهلي، هم رؤساء النادي من أول عبود باشا، وبعديه طبعا قلنا يعني صلاح بيدي سوق يعني كان محافظ القاهره، سات الفريق ابو محسن كان مرتجي، وكان قبليه الدكتور ابراهيم الوكيل، الكابتن صالح سليم رمز لا يمكن انسى طبعا مواقفه الكبيره جدا معايا كلاعب، ثم لما بقى مدير كوره ثم بقى رئيس النادي كنت بزوره باستمرار، وكانت علاقتنا ولله الحمد لغايه وفاته كانت ممتازه جدا يعني. الكابتن مختار التشي ده عرف طبعا ان انا في سن الصغير ده بقيت مدرب في النادي، فلقيته مره بيشاور لي، فانا طبعا عارف ان هو شخصيه قويه، وكنت واخد فكره انه عصبي يعني من طريقه كلامه، ولقيت في منتهى الادب ومنتهى الاحترام قال لي انا مبسوط جدا، انا حضرت اكتر من تمرين، وانا يعني الحقيقه بشكر الكابتن عبد الصالح الوحش ده من تلامذته، كان من تلامذته طبعا كلاعب يعني، وهو كابتن مختار التشي كابتن النادي، فقال لي أنا هشوفك بإذن الله وأشوف تقدمك في التدريب سواء في النادي الأهلي، حتى قال حاجة ما كنتش وفي منتخب مصر كمان
اما عرف ان المدربين اللي في منتخب مصر يعني بيطلبوني ابقى مساعد معاهم. يعني مهما اقول عن الكابتن مختار التتش فعلا رمز، ويكفي ان اتعمل له تمثال في مدخل يعني قدام الاستاد اللي سموه استاد التتش. وبالمناسبه ملعب النادي الاهلي قبل بناء الاستاد القاهره اتلعب فيه كل المباريات الدوليه، يعني البرازيل لما خدوا كاس العالم 58 جم هنا سنه 59 60 ولعبوا في ملعب النادي الاهلي. المانيا لما خدت كاس العالم 74 جم بعد كده بسنتين او ثلاث سنوات لعبوا في ملعب النادي الاهلي اللي اتسمى استاد التتش تكريما لاسمه وذكراه العطره. الاستاذ عبد المنعم حسن اللي هو محدش يعرف اسمه غير الاستاذ عبد المنعم البقال. طبعا هذا الشخص يعني عمل خدمات كبيره جدا جدا للنادي الاهلي في انتقاء اللاعبين، في تسجيل اللاعبين اللي هم جايين من خارج القاهره، يعني مثلا زي كابتن مثلا على سبيل المثال الكابتن ربيع ياسين مثلا من بني سويف عشان يجي النادي الاهلي. ليه قصص كثيره، جات لنا دعوه في الكويت قبل انا ما اترك النادي الاهلي بعد بقى اعتزال الكابتن صالح سليم، جات لنا دعوه من الكويت ان احنا نلعب هناك مباراتين برضو كمجهود حربي للجيش المصري يعني بعد اعتداء اسرائيل يعني. فسبحان الله رحت معاه المجمع التحرير، استاذ عبد المنعم البقال قال له ممكن اقابل رئيس مدير الجوازات، قال له اتفضل. داخل الاستاذ عبد المنعم كان بقى بيلبس بليزر بتاع النادي الاهلي وماسك شنطه يعني كده، وكان دايما يقول سكرتير النادي الاهلي، يعني الاستاذ امين شعير كان مديله الصفه دي. الحقيقه عمل حاجه انا يعني لا يمكن كنت اتخيل ان احنا هنسافر الرحله دي بعد الكلام اللي سمعته من سياده الرائد احمد فهمي ده. طبعا مخلوف بيه قال له نفس الكلام، قال له في 10 لعيبه طلبه لازم موافقه ولي الامر. قال له طب لو سمحت ممكن اكتب معاه بقى الدفتر بتاع النادي الاهلي البلوك نوت ده اللي فيه شعار النادي الاهلي ومعاه ختم النادي الاهلي. استاذ امين شعير مديله ختم النادي الاهلي. راح كاتب تعهد انا فلان عبد المنعم حسن سكرتير اتعهد بعوده اللاعبين، وكتب اساميهم وختم. فمخلوب بما لقاش غير انه يقول ايه موافق. قال له طب ممكن استخدم التليفون عشان الكابتن مصطفى حسين والدكتور محمد نور الدين طلب مسؤول في وزاره الحربيه لواء كبير يعني. قال له انا عبد المنعم حسن سكرتير النادي الاهلي وعندي مخلوق بيه مدير الجوازات وفي اثنين مسافرين بكره الكويت ولازم موافقه سيادتك. حتى الراجل مخلوق بيه يعني اتخض كده ما بيقول له عاوز يكلم سيادتك يعني. فسياده اللواء اللي هو في الجيش كلمه قال له ما عنديش مانع يسافر يعني، يبقى دي موافقه ايه؟ سفر. وسافرنا الرحله دي فعلا للكويت، وبعديها رحنا قطر لعبنا منتخب قطر وفزنا يوميها 6-1 مع الرقفة يعني مع رفعت الفناجيري. وأول مرة كابتن إبراهيم عبد الصمد يبقى لعيب في النادي الأهلي في هذه الرحلة. كابتن مصطفى حسين طبعا وهو اللي سموه أبو الأشبال لأنه فعلا برضو أيضا لا يتكرر المستوى اللي كان بيعمله مع الناشئين والأشبال في اختيارهم ثم اهتمامه بيهم دراسيا قبل رياضيا يعني في داخل النادي الأهلي. كان بيروح المدرسة ويسأل عليهم ماشيين ازاي في الدراسة والحاجات دي كلها. والحقيقة معظم النجوم اللي هم كانوا صغيرين وبقى نجوم كبار في الفريق الأول ومنتخب مصر يعني يدين له بالفضل الكثير بعد ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن في قصه برضو للكابتن مصطفى حسين، يعني انا عندي ولاد شريف وعمر. عمر مره عاوز يحضر اختبارات الناشئين، كنت انا وقتها يعني خارج مصر يعني مدرب خارج مصر وعمر جايين اجازه، فقال لي في اختبارات في النادي الاهلي. قلت له روح. ما طبعا قلت له ما يعني الكوره ما فيش واسطه انت روح. المهم الكابتن مصطفى حسين ناداه له قال له اسمك ايه؟ قال له عمرو طه الطوخي. قال له مين طه الطوخي؟ قال له مدرب. قال له خلي والدك يكلمني بالليل في التليفون. كنا بقى يعني اشتغلنا فتره بقى زي ما بقول في النادي الاهلي طبعا مع بعض يعني.
فكلمني بقى وقال لي ابنك عمرو ده لعيب كويس جدا، ازاي يا طه تسيبه؟ قلت له احنا دلوقتي في السعوديه ومهتم بالدراسه لانه في الثانويه العامه وعاوز يدخل كليه الطب. فمواقف الكتاب مع الكابتن مصطفى الحقيقه يعني الله يرحمه يعني عمل كتير جدا جدا للنادي الاهلي بالنسبه للناشئين والشباب. طبعا الكابتن علي زيور ده اول مدير كوره يبقى محترف، يعني وخلى اللعيبه اكنهم في احتراف، وكان في الوقت ده ما كانش فيه احتراف طبعا، يعني هو 100%، انما نظامه كضابط من ضباط القوات المسلحه اللي على مستوى عالي، وكان مدرس في الكليه الحربيه. الحقيقه يعني نظام شفت منه يعني حاجات فعلا كمدير كوره على مستوى عالي جدا جدا يعني. ويمكن من تلامذته الكابتن عزت ابو الروس بعد ما اعتزل الكوره، يعني خد من الكابتن علي زيور يعني حاجات كتيره جدا بالنسبه كمدير كوره. واللعيبه كانت يعني مثلا الكابتن رفعت الفناجيلي يعني حب النادي الاهلي اكتر واكتر بسبب الكابتن علي زيور. اللعيبه كلها كانت بتحب النادي من مواقف الكابتن علي زيور في حبه للنادي وحبه كمدير كوره للنادي الاهلي. وبرده في حاجه برده اقولها للكابتن علي زيور يمكن في ناس كتير ما يعرفوهاش، في يعني معاد الزواج بتاعي هو عرفه كان سنه 68، فخد قرار كده من مجلس الاداره ان الفرح بتاعي يتعمل هنا في النادي الاهلي على حمام السباحه. في ناس كتير ما يعرفوش الكلام. كابتن صالح سليم يعني برضو من ضمن المواقف يعني برضو اللي لازم أقولها عليه كمثل كابتن فريق على مستوى عالي جدا جدا. طبعا أولا ربنا كان مديله موهبة أو كاريزما زي ما بنقول، يعني شخصية كده إن هو لازم الواحد يحترمه ويحبه في نفس الوقت، وعكس ما الناس كتيرة جدا فاكرة إن هو كان مغرور أو عنده تعالي. بالعكس كان ما بيقعد في قاعدة تلاقيه قاعد ما بيتكلمش كتير، قاعد بيسمع، انما هو كان يعني اللي يزعله لو واحد اتكلم كلام غلط على النادي الاهلي او كلام مش صح 100%، في الوقت ده ما يسكتش مهما كان الشخص قدامه. وفي امثله كتير انا شفتها طبعا، وفي واقعه برضو في ناس كتير بتحكي، والله يسامحه برضو صحفي كبير ربنا يديله الصحه ما زال موجود، كان كتب مره ان الكابتن صالح سليم يعني تعدى بالضرب على الكابتن ميمي عبد الحميد في مباراه الاهلي والترسانه. كان في الوقت ده الترسانه فازت على النادي الاهلي مرتين يعني سكور كبير، الماتش الثاني كان في ملعب الترسانه، ولم يتعدى الكابتن صالح سليم باليد او باي لفظ خارج على الكابتن من غير انه رجع بيقول له يا ميمي. يعني كان محمود حسن في الوقت ده طبعا جناح يعني وكل هجوم النادي الترسانه طبعا، مصطفى رياض والشاذلي اللي هو حرب الدهشوري ومحمود حسن. فكابتن ميمي الحقيقه جات له حاله يعني كلنا لدرجه قلنا دي حاله هستيريه، يعني راح سايب الملعب وجري سبرنت خارج الملعب من غير ما الاستاذ عبد الصالح الوحشي يقول له اخرج بره او الكابتن صالح سليم مد ايده، اطلاقا ما حصلش. ويشهد على هذا الكلام ربنا يديله الصحه الكابتن مصطفى رياض نجم نجوم نادي الترسانه ومنتخب مصر، لان هو كان قريب جدا من هذه الواقعه، ولم يتعدى الكابتن صالح لا بكلمه او بايده على الكابتن ميمي عبد الحميد. وكان صديق للكابتن ميمي عبد الحميد بعد هذه المباراه، وكان عاوز يبقى الكابتن ميمي عبد الحميد مدرب النادي الاهلي بعد سفر انا طبعا يعني ما انتهيت من التدريب هنا وسافرت الخليج، يعني بيحب ميمي عبد الحميد جدا جدا جدا. كابتن طارق سليم طبعا كنا زمايل في السعوديه الثانويه، وبعد ما بقيت مدرب في النادي الاهلي دربته، وحتى برضه في حصل حاجه في رحله لبنان ورحله الكويت، يعني لعب شوط وغيرته الشوط الثاني، والكابتن صالح برضه لعب شوط وغيرته الشوط الثاني. وفي الكويت حصل حاجه كده في يعني مع الكابتن طارق، يعني زي ما بقول زميل ليا، وانما في الوقت ده
كان هو معتبرني انا مدرب بتاعه وهو لعيب طبعا. كنا عملنا تدريب هنا في النادي الاهلي قبل سفر الكويت في ملاعب التنس. ملاعب التنس معروف ان هي ارض رمليه زي ملاعب الكويت. انا عارف ان ملاعب الكويت في الوقت ده رمليه لان انا كنت سافرت الكويت يعني سنه 63 كمدرب منتخب المدارس المصريه وانا مدرب في النادي الاهلي طبعا، فعارف ان الملاعب رمليه. فالكابتن طارق سليم ما حضرش التدريب لظروف معينه، فعملت يعني زي مثل كده للعيبه كلها، خليت اول مباراه مع نادي الكويت خليته احتياطي وتقبلها، ويعني نسي في الوقت ده ان احنا زمايل، يعني كنا زمايل، لا يعني معتبرني مدرب واكبر منه في السن بكتير مثلا، واحنا سن واحد يعني طبعا. فالحقيقه مهما اتكلمت عن الكابتن طارق سليم و أخلاقياته وحبه للنادي الأهلي كلنا شفناه طبعا كلاعب، ثم لما كان مدير كورة مع الفريق الأول يعني والبطولات اللي النادي الأهلي فاز بيها طبعا، وبيدي مثل لمدير الكورة اللي بيقعد طول المباراة محترم وسايب المدير الفني هو اللي بيتكلم، يعني عمره ما عمل أي مشكلة داخل الملعب مع حكم أو مع لاعب من الفريق الثاني إطلاقا يعني. وانا طالب بقى في كليه التربيه الرياضيه، والكابتن طه اسماعيل طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي، لان هو حتى لما دخل الكليه كان لاعب اساسي في الفريق الاول طبعا في النادي الاهلي من سنتين، لان هو جه سنه 57، واسامينا يعني كانت عشان هو طه محمود اسماعيل وانا طه محمود الطوخ، يعني حتى الاسمين الاولين متشابهين، فكنا في العنبر اللي هو فيه النوم دوت مع بعض، من حرف الطاء والعين كنا قريبين من بعض. فعشنا 4 سنوات يعني يمكن اكثر ما كانت في البيت، لان كان الاسبوع كله بالكامل في كليه التربيه الرياضيه، وساعات كنا يوم الجمعه مثلا نسافر مع النادي الاهلي مباريات وخارج القاهره يعني. فعلاقه يعني الحمد لله وما زالت ولله الحمد. عملنا مع بعض في المملكه العربيه السعوديه، هو مدرب لنادي اهلي جده وانا كنت مدرب النادي الهلال الفريق الاول، الكلام ده يعني وبالتحديد كده سنه 73. فالحمد لله الحمد لله علاقه يعني ما زالت وستستمر طول ما الواحد عايش يعني. ما حصلش مره واحده كزملاء في التدريب او هو لعيب وانا مدرب اي مشكله بينا اطلاقا يعني، الحمد لله. ذكرياتنا بنحكيها للان يعني، ما بنحب نضحك بفكره لأنه عارف ان انا عندي يعني برضو الذاكره يعني فاكر حاجات كثيره كده بحكيها واحنا في اواخر الخمسينيات او الستينيات. فالحمد لله من الشخصيات اللي يعني الواحد بيفتخر بيها الدكتور طه اسماعيل. في بقى الكابتن رفعت الفناجيلي، انا قلت حاجه وبكررها تاني وبكررها طول ما انا عايش اقولها، ان انا يعني ما شفتش لاعب في مستوى الكابتن رفعت الفناجيلي من الستينيات للان بهذا المستوى الفني والمهاري اللي عند الكابتن رفعت الفناجيلي. وكان الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش كان مدرب الفريق الاول يعني بيديله صلاحيات في الملعب اثناء المباراه، ان هو كان مدير فني اثناء المباراه داخل الملعب، وكان من اسباب فوز النادي الاهلي ببطولات ومباريات وايضا منتخب مصر الكابتن رفعت الفناجيلي، بالرغم من برضه عشان ادي اللعيبه حقهم يعني اللعيبه اللي لعبوا في النادي الاهلي في مكانه يعني في وسط الملعب، يعني بعديه مثلا الكباتن خالد جدالله، علاء ميهوب، في لعيبه كتيره جدا، مثلا ضياء السيد، لعيبه كتيره يعني، واللي موجودين حاليا حسام عاشور واي لعيب يعني. مع احترامي الشديد انا ما شفتش لعيب في موهبه الكابتن رفعت الفناجيلي، والكلام ده يشهد عليه اللعيبه اللي لعبوا معاه واولهم الكابتن طه اسماعيل، ومن خارج النادي لعيبه نادي الزمالك رفعت يعني، في ابو رجيله واحمد مصطفى من نادي الترسانه الكابتن مصطفى رياض، يعني يحكوا عليه كلام اكثر من اللي انا هقوله. كابتن حسن حمدي اللي وصل رئيس النادي فترة كبيرة
وربنا يديله الصحة يا رب. رحلة الكويت اللي أنا حكيت عنها، أنا حكيت عن رحلة الكويت إزاي الأستاذ عبد المنعم البقال يعني سهل. أنا كتبت اسم الكابتن حسن حمدي كأصغر لعيب يسافر مع الفريق الأول، لأن في الوقت ده كان اللعيبة كلهم كبار في السن طبعا، يمكن أكبر منه برضو شوية يعني الكابتن إبراهيم عبد الصمد أو في سن واحد. فطبعا الكابتن حسن حمدي مش ناسي يعني الحكاية دي، إن أنا اخترته في هذه الرحلة كلاعب مع الفريق الأول مع النجوم الكبار اللي هو كابتن رفعت الفناجيل، والمفروض الكابتن صالح لو ما اعتزلش كان هيبقى برضو في الفرقة دي. وبعدين اللي شفته منه قمة الأخلاق، وليا موقف معاه وأنا أمين صندوق الاتحاد، وهو كان المسؤول عن النواحي المالية بالنسبة لاتحاد الكورة، يعني كان هو يعني مسؤول كبير في الأهرام طبعا. فأفتكر إن كان في مبلغ للاتحاد الكورة، فرحت له المكتب ادى امر ان الشيك بتاع اتحاد الكره يطلع بالكامل، لان كان في خصومات يعني في حاجه خاصه بيهم يعني. انما طه الطوخي كامين صندوق والاستاذ عبد الصالح الوحش رئيس الاتحاد وجي مكتبي هنا الكابتن طه الطوخي لازم الشيك يطلع بالكامل، وبعدين بقى لما ينتخبوا مجلس اداره جديد نقدر نعمل الخصومات والحاجات دي كلها. وانا لن انسى للكابتن حسن حمدي هذا الموقف. أنا طبعا في حاجة برضو أقولها، يعني لما جيت النادي الأهلي كمدرب كان رئيس النادي قلت يعني أحمد عبود باشا، زي ما بيقولوا عبود باشا يعني، وبعديه على طول سيد صلاح الدسوقي، وبعديه الدكتور إبراهيم الوكيل، وبعدين سيادة الفريق مرتجي. فأنا الحقيقة بدون مجاملة يعني كل واحد ليه يعني أثر إيجابي معايا، لدرجة إن إحنا وعلى سبيل يعني برضو لازم أقولها يعني سيادة الفريق مرتجي لأنه قاعد مدة كبيرة يعني سن كبير طبعا، وبرغم من كان في آخر يعني العمر بتاعه كان تعبان يعني شوية، إنما كان دايما دايما يعني سبحان الله هو يطلبني في التليفون يوم الخميس عشان نيجي صلاة الجمعة اللي هي كانت قعدتنا في النادي الأهلي طبعا في الجنينة جنب المسجد كده، يعني عشان صلاة الجمعة سيادة الفريق مرتجي والكابتن عبد الصالح الأستاذ محمد عبد الصالح الوحش والمجموعة الكبيرة دي. فرؤساء النادي الحقيقة قدوة حسنة ومثل أعلى للاعبين وللإداريين، وده اللي احنا تعودنا عليه في النادي الأهلي. أنا قلت كلمة قبل كده وهقولها تاني، جمهور النادي الأهلي اللاعب رقم واحد في مباريات النادي الأهلي. أنا قلت زي ما بقول حضارة الجماهير، جماهير النادي الأهلي، وأذكر واحد يمكن محدش يعرفه طبعا من حضراتكم كلكم شباب كده يعني، وحتى الكبار في السن يمكن ما يعرفوهوش. وفي مدرج النادي الأهلي على يمين المقصورة اسمه عم بحر، كنا مسمينه عم بحر. عم بحر ده كان ماسك سبحة عبارة عن كرات حمر حمر كلها كده، وكان هجوم النادي الأهلي فيه كابتن توتو طبعا الله يرحمه، كان هداف هداف يعني يعتبر قاعد عمل يعني رقم قياسي انه هداف الدوري المصري مع المباريات القمة مع نادي الزمالك اكتر من 50 سنة قبل ما يجي بقى الكباتن بقى عماد متعب وابو تريكا، هو كان جايب اكبر اهداف في نادي الزمالك. فكان عم بحر ده لما النتيجة 0-0 كده كان يقول توتو توتو، يروح الجمهور كله يقول له صلي على النبي توتو توتو صلي. لا الكابتن توتو ده مسجل هدف او هدفين وفاضل دقيقه او دقيقتين على المباراه. فجمهور النادي الاهلي والله انتوا يا جمهور يا محترم اللي بتحبوا ناديكم عاوزين التشجيع المثالي، مفيش اي الفاظ خارجه عن الفريق المنافس، افرحوا بفريقكم بناديكم شجعوا النادي الاهلي. وفعلا اللي حصل في المباريات الاخيره دي حصلت، أنا كنت صغير وفي حاجات محدش يعرفها. النادي الأهلي فاز ببطولة الدوري العام مرة، والكابتن أحمد مكاوي كابتن النادي وهداف النادي الكبير جاب جول في الثانية اللي الحكم هيصفر وكان الزمالك هيفوز بالبطولة، كانت هنا في ملعب النادي الأهلي، جاب جول التعادل برضه تعادل، والنادي الأهلي خد البطولة بتسقيف اللعيبة من قبل المباراة لآخر ثانية في المباراة. فأنتوا جمهور النادي الأهلي أنتوا
اللاعب رقم واحد في النادي الأهلي وفي منتخب مصر.